اقل كنا كندوي في القهوه على الاحكام وخفافه وعلى هذه الاشياء. اليوم شنو الاحساس الشعور ديالك ملي سمعتي لهاد الاحكام على الوالد وعلى الوالده؟ راه كيف كتشتوني، راه شتوني في الخرجه، شتوني بحال واحد راه عطيتيه البنج، كتهضروا معايا وكنشوف مرفوع كتقولوا لي حمزه راه كيفاش باش كتحس بابا غادي يخرج، كنقولوا واش هادشي اللي كنشوف واش راك شتوك حضرتو معايا، كنقول لكم واش هادشي بصح، واش هادشي نيت بصح، واش بصح غادي بابا غندوز راه كتعرفوا راه 30 عام راه كنا غادي. انت الاحساس ديال الوالد غادي يخرج اليوم كيفاش كتلقى اللحظات هذه؟ هو اللحظات راه غادي نعيشوهم جميع بعد قليل، لحظات ما هادشي ما كنتش كنتسناه هادشي و باش يخرج ونعاودو نهضرو. سنتين وانت كتعاني مع الوالد سنتين وما كتعرفش باش هادشي غيكمل، سنتين كتعاني وكتسنى وكتصبر وانت غادي وكتصبر كتسمع 30 عام ومع ذلك كتنوض وتفيق وكتمشي تشوف الوالد وكتخفف الاحساس ديال الوالدين ديالك. وهذه الناس الله راك مزالي اللي اول خروج اعلاني عندك اول مره غادي يخرج اول مره غادي نتكلم. حكينا شويه على التجربه ديالك يعني من خلال المسيره ديالك هنايا من بعد الفجاه والقضاء. قلت في الحوار اللي قبل قلت لكم راه جهنم والحمد لله راه اليوم راه فخور براسي حيت صبرت لهذا الشيء. واليوم راه عندي كنتسمى خرجت با من الحبس، كنتسمى خرجتي دكتور التازي من الحبس. كل اللي خرجوا كيتسمى ولده الكبير خرجوا من الحبس، حيت هو شكون اللي كيبقى عليه واحد الوقيته المحامي، شكون اللي كيناقش معاهم، شكون اللي كيشد الدار، انا شكون اللي كيتكلم بالصحه ديال جداتنا، انا الاخ ديالي، البيت، انا اموالهم، والدين ديالي في عكاشة، انا ومع ذلك القراءة ديالي، دونك واحد المسؤولية كبيرة. واليوم تفرجت من بغيت نوجه رسالة، شي ناس عاونوكم بزاف المحامون، غنقول اول وحدين عندنا الزهر المحامون، ماشي انا اللي اختاريتهم، الله سبحانه وتعالى هو اللي اختارهم وجابهم ليا، هما اللي طاحوا انا ما اختاريتهمش. راه كتعرف الاول باش كتعتقل في شي ميل بحال هكا كاع المحامون ديال الطرف هذا كيجيو عندك، ومع ذلك بداو كيجيو وحدين وبداو كيمشيو وحدين. وكنقول لك هاد المحامون راه دابا كانوا قبل راه كانوا محامون وكانوا غير خدمه وداك الشيء، ولكن راهم ولاو عائله دابا، راه كنشوفهم بحال خوتي الكبار وراه وقفوا معايا وراه بيهم راه باش دوزت هاد الشيء. راه فوق ما كيجيني الوسواس، راه كنت كنعيط لشي واحد المحامون اللي باش كان باش كيجيني الصبر، كانوا كان سي حمزه سي سناوي هو واحد المساعد كبير اللي كانوا في الاول. لا هذا كان العدو ديالنا ولا حيت هذا هو اللي كان ما كيف ما كي غنفسر هذا الشيء اللي فات. خوك الصغير بلغتيه بالافراج ديال الوالد معلوم ولا بحال هو الكبير سي راه بالمحب سي سناوي انت على المباشر بانني كنت لا كان اجي لعندو كان هو اللي لا هو اللي كيخلعنا كان سناوي كنت تخلعتي كان كيخلعنا الاستاذ سي سناوي شي كلمه يعني الحمد لله بين سقط التهمه اتجاه البشر. سمحوا لي الصحافه سمحوا لي تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.